السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدايدي نزل التحديث الكبير الأول من بعد إطلاق الإصدار الرسمي للآي أو إس 15 لأجهزة الآيفون كذلك الآيباد أو إس 15 هذا واحد من التحديثات يا أخوان اللي يضيف مميزات وأيضا إصلاحات كالمعتاد وأكيد هيخرب أشياء أيضا كالمعتاد طيب أول شيء كذا أقول بسم الله ونبدأ خطوات كل شيء مع بعض أول حاجة عليك تسويها أنك تدخل على إعدادات عام بعد تحديث البرامج وحيظهر معاك التحديث الجديد الاي او اس 15.1 طيب وقبل ان نتكلم عن التحديث مميزاته والى اخره اول شيء لازم يكون جوالك على الشاحن او فوق ال50% البطاريه وليس في وضع توفير البطاريه ثاني شيء تكون شابك على شبكه الواي فاي ولا انت تمتلك جهاز ايفون يدعم ال5G تقدر تحدث عن طريق ال5G فقط وطريقتها جدا سهله وبسيطه تتجه الى خيار خلوي وبعدها بتدخل على رقم جوالك اللي بيكون ظاهر في هذا المكان وبعدها بتتجه الى خيار نمط البيانات وهنا بتختار السماح بالمزيد من البيانات على ال 5 5G لو ما كنت مختاره اختاره، ولو كنت مختاره وما ضبط معاك فقط عيد تشغيل جهازك. طيب يا شباب انت الآن شابك جوالك على الشاحن واي فاي أو 5 g يتبقى عندك خطوتين جدا مهمة، الأولى هو أنه يكون في مساحة فاضية في جهازك، انتبه ما يكون في مساحة لأنه ممكن يعلق، تثبيت التحديث حتضطر وقتها تسوي عملية الفورمات، يعني هنا مساحة التحديث لاحظ عندك تختلف من جهاز إلى آخر، عندي تقريباً جيجا و440 ميجا يعني جيجا ونص تقريبا فلازم على الاقل يكون مساحه الجهاز عندك المتبقيه يعني مساحه كافيه لاحظ معايا جهازي 256 انا فقط اللي مستخدمه 29 فالمساحه هنا عندي كافيه واخر شيء انصحك فيه انك تاخذ نسخه احتياطيه لجهازك سواء على الايتونز او على الاي كلاود التحديث بصفه عامه ما بيحذف اي شيء من جهازك ولكن اوقات اثناء تثبيت عمليه التحديث يعلق الجهاز على شعار ابل او الشاشه السوداء او الى اخره وحتضطر وقتها لعمليه الفورمات بالتالي حتخسر جميع بياناتك فخذ نسخه احتياطيه طيب انت خلاص الان خلصت كل الشروط توكل على الله واضغط تنزيل وتثبيت واتركه لحد ما يكمل تحميل وتثبيت التحديث واعاده تشغيل الجهاز. خلينا نتكلم الان عن بعض مميزات التحديث الجديد. لاحظ هنا هو لك هنا شويه نقاط ولكن لو ضغطنا على معرفه المزيد حنلاحظ العديد من المميزات من اهمها اللي هو البرو ريس وصلت لاجهزه الايفون 13 برو والبرو ماكس. وهذه حنتكلم عنها ان شاء الله بعد اعاده تشغيل الجهاز بعد تثبيت التحديث، والان للي يمتلك في احد الدول الداعمه لتطبيق المحفظه او الوولت الخاص بابل تقدر تضيف اللي هو تطعيم الخاص بكوفيد 19، هنا الترجمه الصينيه ما تلزمنا وهنا بعض مشاكل او حل مشاكل وبعض اصلاحات لبعض المشاكل. عموما خلينا نحدث الان وان شاء الله بعد اعاده تشغيل نلقي نظره بعد التحديث، فحنضغط تنزيل وتثبيت ندخل الرقم السري الخاص بالجهاز وبعدها ننتظر الان تم طلب التحديث الان يعطيني الوقت المتبقي لحد ما يبدا يحمل التحديث وطبعا الوقت يختلف على حسب سرعه الانترنت من جهاز الى اخر طيب يا شباب لو ما طلع لك التحديث اصلا وجهازك يدعم هذا التحديث الطريقه جدا سهله وبسيطه ممكن تسوي اعاده تعيين للجهاز من خلال اللي هو نقل او اعاده تعيين الايفون بعد تضغط على اعاده تعيين وبتختار اعاده تعيين جميع الاعدادات هذا الاعداد او هذا الخيار ما بيحذف لك اي شيء من الجهاز ولكن بيحذف فقط كلمات المرور الخاصه بشبكات الواي فاي اللي انت شابك عليها جهازك كذلك يجب عليك اعاده تفعيل بطاقات الفيزا ومدى والى اخره الخاصه بالدفع ابل باي في تطبيق الوالت ولكن هذا الخيار بيصلح الكثير من المشاكل بالتالي ممكن تسوي عمليه التحديث لو ما ضبطت ايضا معك فخيار الاخير لك هو عن طريق الكمبيوتر تفتح برنامج الايتونز وبعدها بتشبك جوالك وبعدها بتضغط على اللي هو تحديث وبيتم عمليه التحديث بالكامل الان بسرع الفيديو لحد ما ينتهي عمليه التحميل وبعدها ان شاء الله نعيد التشغيل ونشوف مميزات التحديث وبعدها نشوف تحديث الماك وتحديث ايضا ساعه ابل والى اخره طيب يا اخوان الان تم اكتمال تحميل عمليه التحديث الان نعيد التشغيل بالضغط على تثبيت الان والان يبدا يثبت التحديث باعاده تشغيل الجهاز نرجع لكم ان شاء الله بعد اعاده التشغيل. طيب يا اخوان تم التحديث بنجاح ولله الحمد الايفون الى الاي او اس 15.1 الان نسجل دخول للجهاز. والآن خلينا نشوف أول ميزة تم إضافتها في تطبيق الكاميرا لو اتجهنا على الإعدادات بعد دخلنا على خيار الكاميرا ودخلنا على أول خيار اللي هو التنسيقات بعدها بنحصل الميزة الجديدة وهي أبل برو ريس هذه أخوان الميزة تسجل فيديو بجودة عالية جدا فيديو خام بدون أي تعديلات أو أي إضافات عشان تقدر تعدل عليه في تطبيقات او برامج المونتاج زي الفاينل كات على اجهزه الماك وهذه الميزه هي حصريه ايفونات ابل فقط واصدارات بالتحديد الايفون 13 برو والبرو ماكس وهي ميزه موجوده في الكاميرات الاحترافيه ومو موجوده في اي جوال اخر حتى لحظه نزول هذا الفيديو وبما انه جودتها عاليه فبالتالي حجمها كبير جدا فهنا بيقول لك الدقيقه بجوده اتش دي توصل لجيجا و700 ميجا تقريبا وبجوده 4K توصل ل 6 جيجا تخيل دقيقه واحده تصوير فيديو توصل ل 6 جيجا بالتالي الايفونات ال 13 برو والبرو ماكس بمساحه 128 جيجا ما تقدر تسجل بجوده 4K هي فقط بجوده 1080 اللي هو ال HD ولكن مساحات ال 256 وال 512 والواحد تيرا بايت على الايفونات 13 برو والبرو ماكس تقدر تصور بجوده اتش دي او 4K فلو ما انت بحاجه هذا الخيار نصيحه لا تفعله لانه فجاه حتلاقي ايفونك مساحته امتلت ولكن الان خلينا نفعلها ولو دخلنا على الكاميرا وتوجهنا على الفيديو حنلاحظ فوق اللي هو البرو ريس لو ضغطنا عليها ضغطه بسيطه هنا بيقول لي اللي هو الاطارات والحجم والى اخره فهنا بغيرها وبعدها البروريس فعلتها، الآن الـ اتش دي على 60 فريم. طيب لو بحولها 4K بيقول لي خليه 30 فريم. فهنا بخليها 30 فريم وبعدها أقدر أفعل البروريس، فالآن أقدر أسجل بجودة 4K 30 فريم أو 1080 اللي هو الـ اتش دي على 60 فريم. وهنا شوف طلع لي أقصى مدة أقدر أسجلها في المساحة الفاضية المتبقية من جهازي هي 21 دقيقة فقط. تخيل أكثر من 200 جيجا ب21 دقيقه فقط تسجيل فيديو لانه انا عندي فاضي في الجهاز اكثر من 200 جيجا فشيء مو طبيعي فانتبه انك تفعل هذا الخيار بدون الحاجه له طبعا طريقه تفعيله زي ما شفنا فقط بالضغط عليها على هذا الشعار او الغاء وهذه صراحه كانت اكثر ميزه يعني موجوده في هذا التحديث بالاضافه الى اصلاح مشكله بالذات لما تكون في صفحه وتلاقي الايفون انتقل مباشره لاول صفحه وتجي تضغط تطبيق يضغط تطبيق اخر هذه ايضا اعتقد تم حلها بالكامل طبعا اكيد في مميزات اخرى دائما تعرف الخفايا الغير مكتوبه فلو اكتشفناها باذن الله بينزل فيديو خاص فيها لو تمتلك ساعه ابل بتدخل على تطبيق الساعه بعدها عام بعدها تحديث البرامج وبيظهر معك التحديث ايضا الجديد الواتش او اس 8.1 وايضا بتخلي ساعتك على الشاحن كذلك الايفون وقريبين من بعض لحد ما يتم اللي هو تثبيت عمليه التحديث بالكامل على الساعه واعاده تشغيلها طيب الان خلينا ننتقل الى جهاز الماك لو انت تمتلك احد اجهزه الماك من اللي موجوده عندك بالصوره الان فهي تدعم التحديث الجديد. فقط لا غير هذه الاجهزه هي الداعمه للتحديث الجديد الخاص باجهزه الماك وطريقه التحديث جدا سهله وبسيطه بتتجه الى شعار ابل بالزاويه اليسار لو جهازك بالانجليزي وبالزاويه اليمين لو جهازك بالعربي. بعدها تدخل على System بريفرنس اللي هي تفضيلات النظام، طبعا خليه مشبوك بالشاحن لحد ما يعيد تشغيل الجهاز بعد تثبيت التحديث. ولو جهازك اللي هو ماك ميني او اي ماك او اي لا اخره فهو مشبوك بالكهرباء وبعدها بتدخل على تحديث البرنامج او تحديث البرامج او سوفت وير ابديت وبتضغط وبتنتظر لحد ما يظهر معك ايضا النظام الجديد بالكامل وهو الماك او اس مونستري وحجمه فوق الخيال 12 جيجا وطبعا في مميزات جدا كثير باذن الله بعد التحديث بيكون في فيديو منفصل لاهم هذه المميزات وتقدر تطلع على اغلبها من هنا فالان مو مطلوب مننا اي شيء غير نضغط على ابجريد ناو طبعا هذا ترقيه وليس تحديث وانتظر لحد ما يبدا باذن الله اللي هو التحديث او عمليه التحديث ولحد ما ينتهي ويعيد تشغيل الجهاز بالكامل طيب يا اخوان بكذا اكون وصلت معكم الى نهايه الفيديو ان شاء الله اكون افدت لكم بمعلومه بسيطه يعطيكم الف عافيه لا تنسونا من لايك وسبسكرايب في القناه وان شاء الله اليوم كذا خليني اجلس على الماك شويه ونشوف اهم التغييرات والتحديثات وباذن الله بيكون في فيديو مفصل لابرز المميزات الجديده للترقيه الجديده الماك او اس مونستري يعطيكم الف عافيه وفي امان الله